ففزع الصحابة رضي الله عنهم وقام كل واحد منهم على سيفه وسلاحه وخرجوا، ما كانوا يعلمون ما الذي حصل، وإلا بخادم النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض يلتقط آخر أنفاسه. حينما عرف الصحابة ذلك علموا بأن واد القرى لا يريدون السلم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وبياكم. يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزو خيبر، فكان هناك ثلاث مناطق حول خيبر تعتبر داعمة لخيبر، والمناطق هذه منطقة الفدك ووادي القرى وتيماء. فخيبر كانت في الوسط، والفدك بالشرق ووادي القرى بالغرب، وتيماء في الشمال. وأهل هذه المناطق كانوا من أهل التوراة على نفس دين أهل خيبر، يعني كانوا من أهل خيبر قلبا وقالبا، وكانوا يشكلون خطرا على المسلمين بشكل واضح، خاصة وأن المسلمين خارجين لغزو خيبر، وخيبر تعتبر قلب هذه المناطق. وأول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر أرسل صحابي لمنطقة الفتح شرق منطقة خيبر، اسمه محيصة ابن مسعود رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه من الأنصار، أرسله النبي لوحده. وكانت تلك المنطقة مدججة بالأسلحة، منطقة خطرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسله بالسيف، بل أرسله برسالة ليدعوهم للإسلام. وكان من الأعراف السائدة في وقتها أن من يحمل الرسالة لمنطقة لا يقتل أبدا، أي كانت من الأعراف التي تضبط العلاقات بين القبائل. فأول ما وصل محيصة رضي الله عنه لمنطقة الفدك بدأ يدعوهم للإسلام، وأعلمهم عن رسالة محمد وسبب غزوه لخيبر، ولكن لم يستجب له أحد. فكان غزو النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر حدثا كبيرا جدا، لأن حصون خيبر كانت من أقوى الحصون في المنطقة، فكان الجميع ينتظر ويترقب لما ستؤول إليه المعركة، حتى أن بعض القبائل العربية تحمست وأرادت أن تسند خيبر ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي حرك جيشا باتجاه تلك القبائل فتوقفت عن التحرك وإسناد خيبر. فتفاجأ العرب بأن 1400 رجل من أصحاب محمد يفتحون خيبر كاملة بحصونها ومقاتليها. وكانت المناطق حول خيبر وادي القرى ومنطقة الفدك وتيماء، كانوا معتمدين اعتمادا كبيرا على خيبر. وفي يوم فتح خيبر دب الرعب والخوف الشديد في قلوبهم، لأنهم عرفوا بأنهم تبع لخيبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سينتقل إليهم. فكان محيصة رضي الله عنه في منطقة الفدك يدعوهم للإسلام، وفجأة سمعوا خبر بأن خيبر فتحت، وهذا يقول لهم أسلموا والإسلام حق. فعلمت الفدك بأن الدور عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتيهم لا محالة. محيصة رضي الله عنه استمر في الدعوة ويخبرهم عن دين الله، فقالوا له: يا محيصة، ليس عند محمد من خيار ثاني غير أن ندخل في دينه. قال لهم محيصة: السيف. قالوا: لا يا محيصة، خيبر كاملة فتحت، وليس عندنا مثل خيبر حصانة، ما لنا وما للقتال، هل من خيار آخر؟ فإننا لا نطيق مواجهة محمد. محيصة كان يعلم ما حصل في خيبر، وكيف أن خيبر استسلمت بالصلح، فقال لهم عن صلح خيبر، وكيف بأن خيبر تم الصلح بأنهم سلموا الأراضي على ألا يقتلوا، وتسبى النساء وتؤخذ الأراضي، وإنهم يشتغلون في أراضيهم وتعطى للمسلمين. قالوا: نحن مثل خيبر، ما حصل على خيبر يصير عندنا، لا نخرج من ديارنا، ولكم ثمار أراضينا على ألا تقتلونا. ومباشرة محيصة رضي الله عنه أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأنهم دخلوا في صلح خيبر، وأن أمرهم يصير إلى ما صار إليه خيبر. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، فانتهى النبي من خيبر وفدك، وبقي له منطقتين لا بد أن يمر عليهما: وادي القرى وتيماء. هذه المنطقتين لا بد للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يمر عليهما، لأن هذه المنطقتين تعتبر امتدادا لخيبر.
فأول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المنطقة، نزل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في منطقة وادي القرى، وكانت نية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أن يدعوهم للإسلام، ولكن كانت المنطقة هادئة وسكانها يترقبون، كأنه هناك شيء غريب، والصحابة ما كانوا مرتاحين من سبب هذا الهدوء الغريب. وقف النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا وخيموا، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم خادم، وكان هذا الخادم يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في أمور السفر، فكان خادم النبي يربط راحلة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلوا وخيموا، وكان الجو هادئ بشكل مرعب، والوضع كان مريب، فكان هذا الغلام يربط الراحلة وينظر يمينا ويسارا، وفجأة إلا بسهم يخترق جسمه ويسقط على الأرض وهو يصرخ من الألم، ففزع الصحابة رضي الله عنهم، وقام كل واحد منهم على سيفه وسلاحه وخرجوا، ما كانوا يعلمون ما الذي حصل، وإلا بخادم النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض يلتقط آخر أنفاسه. حينما عرف الصحابة ذلك علموا بأن واد القرى لا يريدون السلم بل القتال. سحب الصحابة رضي الله عنهم سيوفهم ونبالهم وتجهزوا، إلا بجيوش كاملة تخرج أمام عيون الصحابة، فبدأوا يكبرون، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبيده سيفه ويشحن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ويصفهم صفوفا ويحرضهم على القتال، رغم التعب الذي كان به الصحابة مما لاقوه في فتح خيبر، إلا أن الصحابة يصطفون للقتال، فكانوا كالوحوش الضارية لا يخشون إلا الله سبحانه وتعالى. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم ويأخذ الرايات ويوزعها، موقف مهيب، والصحابة رضي الله عنهم جاهزون للقتال، إلا بمناد من بين صفوف الصحابة يدعوهم للإسلام: أسلموا، تحفظ عليكم دماءكم وحسابكم على الله. فردوا عليه: أبينا أبينا، لا نخلف عهد موسى والتوراة، ولكم السيف. إن برجل يخرج من صفوف وادي القرى، رجل قوي شديد، فعرف الصحابة أنهم يريدون السيف، فخرج له الزبير رضي الله عنه كالوحش الضاري وبثوان بسيطة، إلا والرجل يتحول إلى جثة، والزبير نافخ صدره راجع بين صفوف المسلمين، وينادي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويدعوهم للمصالحة ويرفضون، ويخرج رجل من بينهم مرة ثانية، فخرج له علي رضي الله عنه وبثوان أيضا، يتحول الرجل إلى جثة، وعلي رضي الله عنه يرجع لصفوف المسلمين نافخا صدره وينادي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مرة ثالثة ويدعوهم للإسلام، فيرفضون، ويطلع رجل آخر، فخرج له أبو دجانة صاحب العصابة الحمراء، ويتبارزون مبارزة شديدة، وتحول الثالث إلى جثة، أبو دجانة يرجع لصفوف المسلمين سالما غانما. وبقي أهل وادي القرى على هذا الحال 4 أيام، وهم يلعبون على وتر النفس الطويل، ومخططهم هو: نجلس ونبارزهم، نبارزهم ثم نجلس حتى يتعبون أو يملون ويتركوننا. ولكن الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم عنده رسالة، فجلسوا على هذا الحال 4 أيام، وهم يحاولون بأن يلعبوا على النفس الطويل، إلى أن وضعوا أسلحتهم ورفعوا أيديهم ودخلوا في نفس صلح أهل خيبر، ولم يقتل من جيش المسلمين سوى خادم النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ الصحابة بالحديث عن نيل هذا الخادم للشهادة، ولكن ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت صادمة، بأن هذا الخادم أخذ من غنائم خيبر ما ليس له، أي سرق من الغنائم، فتتحول يوم القيامة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا. وأخذ الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم متوجهين إلى المنطقة الثالثة، وهي منطقة تيماء. يوم وصل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وبالجيوش معهم، وجدوا أهل تيماء
مسلمين أنفسهم بعدما عرفوا ما الذي حصل في خيبر ووادي القرى، وصالحوا المسلمين على الجزية وأصبحوا يدفعون الجزية للمسلمين. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع للمدينة المنورة بعد شهر كامل من القتال والجهاد في سبيل الله. وهم راجعون رأى الصحابة من بعيد جبل أحد. الصحابة جميعا لا شعوريا ابتسموا يوم رأوا جبل أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الجبل يحبنا ونحبه. فدخل الصحابة رضي الله عنهم المدينة، وكل واحد منهم رجع لأهله وكانوا فرحين، وكل واحد أخذ مغانمه ورجع بها لأهله مستبشرا. ولكن كان من السبايا امرأة اسمها زينب بنت الحارث، وزينب هذه هي أخت مرحب بطل خيبر الذي قتل على يد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. ولا زالت زينب على دينها، وكانت حاقدة حقدا شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقررت في يوم من الأيام أنها تهدي للنبي شاهة مشوية، ووضعت بالشاه سم شديد السمية، وبدأت بشكل سري تسأل عن أي جزء يحب أن يأكله النبي صلى الله عليه وسلم من الذبيحة. فعلمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع، وهنا ذهبت وأخذت السم في الشاه في جميع الجسد، وأكثرت منه في الذراع لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. وتوجهت إلى النبي، ووصلت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقابلت اثنين من الصحابة، فقالت: هذه الشاة المشوية أهديها للنبي صلى الله عليه وسلم. فسمحوا لها بأن تعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشاة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، وتجمع الصحابة يأكلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من الصحابة بشر بن البراء. كل الصحابة ما كانوا يدرون بأن هذه الشاة مسمومة. وقرب النبي صلى الله عليه وسلم الذراع، فأخذ يأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل قطعة من اللحم، ولكنه لم يبلعها، فكان يمضغها في فمه الشريف. وفجأة وقف النبي صلى الله عليه وسلم عن المضغ، وقال للصحابة: ارفعوا أيديكم، فإن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة. فتوقف الصحابة رضي الله عنهم، ولم يكن أحد أكل منها سوى البشر بن البراء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بزينب، وقال لها: ما حملك على الذي صنعت؟ تملكها الخوف والاستغراب، كيف أعرف وكيف هو سليم وواقف أمامها؟ قالت: إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فهي كاذبة وحاقدة، ومعروفون أولئك بقتلهم للأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قتلها، وبشر بن البراء سقط على الفراش مريضا، وكان يجد أثر السم قويا، وأخذت حالته تسوء حتى استشهد. وقتلها النبي بقتلها للبشر بن البراء، ولكن ما انتهت الأحداث مع أهل التوراة حتى الآن. فكان محيصة ابن مسعود الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بمنطقة الفدك، كان عند محيصة ولد صغير، فوجده الصحابة مقتولا عند باب من أبواب خيبر.